في وكالة رويترز نقرأ تقريرا لوزارة المالية جاء فيه في أن كلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة ستبلغ قرابة 200 مليار شيكل، أي ما يعادل 51 مليار دولار. الوكالة نقلت عن صحيفة كالكليست الاقتصادية الإسرائيلية أن تقدير تكاليف التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة من قبل حزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذا على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا. أشارت الوكالة إلى أن نصف الكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، وستتراوح كلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات، فضلا عن 10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.